لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. موجة بحر على شكل قطة، جرافة تتوضأ في البحر، شجرة تسجد وتسبح وتحمد. الله أكبر، هل رأيت الحصان الطائر فوق الكعبة؟ الطفل المعجزة الذي تاب على يده الكثير من الناس. هو الطفل بتيجي بتحضر الفيديو ما بحكيش أي شيء غير الله أكبر الله أكبر. يعني زمن المعجزات راح زمان يا متخلف. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله، وإذا خرجت فاعلم أن الشيطان قد اغتصبك. والناس يعني عم تعمل لايك وعم تعمل كومنت وعم تعمل شير، خايفة من إيش؟ ما بعرف، يعني لأنه ما عندك هدف في الحياة وما بتفكر. عامل زي التيس، زي التيس بالضبط. الله يحرق وجه كل من لم يكتب، الله يشفي. وبيكونوا منزلين لك مريض يعني من عهد فرعون وهو مريض، بس إنه الكومنت رح يعمل له إنعاش فوري واللايك جلوكوز. يعني أنا مش فاهم وجهة نظرك في الحياة، غباء فكري. يعني كم عدد الموحدين؟ الله أكبر. إذا خرجت ولم تكتب كومنت فاعلم أن الفيسبوك حرام، وإذا كتبتها فالفيسبوك حلال. وإنت عامل زي التيس، عم تنشر بالموضوع وعم تكتب وبتفتي وبتهري بالموضوع لأنك خبي ما بتفكر. شاهد عظمة الخالق، عظمة الخالق، انظر حرباء تغير لونها بشكل غريب، والناس عم تكتب منصعقة سبحان الله. على أساس يعني إحنا مش صف الأول أخذنا الموضوع وعرفنا إنه الحرباء بتغير لونها، ولا نشكل الفيديو إنه معمول على الأفتر إفكت يا متخلف. لو أول مرة تشاهد السمكة البقرة اكتب يا سبحان الله، اكتب يا سبحان الله. وانت عامل زي التيس متخلف، عم تكتب لا سمكة على بقرة، جرافة على حرباي، سحلية على تمساح، ديناصور على عصفور، بتكتب لانك متخلف ما بتفكر باي اشي. احرقوا التلفاز الذي هو من صنع الكفرة على اساس، ومصورين الموضوع من التليفون. يعني اذا هذا للكفرة ما تستعمل الفيسبوك ولا تويتر ولا تعمل بوستات ولا تعمل اي فيديوهات، وارحمنا من غبائك الفكري يا متخلف. يعني مش هيك يا جماعة الخير، مش هيك الدين الإسلامي، مش هيك الحياة. يعني بدك تروح تساعد ناس، اطلع تنير في الشارع، ساعد المحتاجين، روح على المستشفيات، زور الناس. غباء فكري. لديك 10 ثواني وسوف تموت، فكر ماذا ستكون كلمتك الأخيرة. الله ياخذني ويريحني منكم، ارحمونا يا جماعة الخير من غبائكم الفكري. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.